من المتوقع أن تتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا بعد موجة الغبار التي تعرضت لها البلاد، والتي أدت إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر، على أن يظل الغبار العالق موجودا في الطبقات القريبة من سطح الأرض ليترسب تدريجيا مع تقدم ساعات الليل. هذا وكانت وزارة الداخلية قد دعت من جانبها مستخدمي الطرق إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب سوء الأحوال الجوية في بعض المناطق. وقالت الوزارة إن على المواطنين والمقيمين عدم التردد عند الضرورة للاتصال بهاتف الطوارئ 112 لأي مساعدات إنسانية ومرورية وأمنية، مؤكدة أن أجهزتها المعنية تعمل على مدار الساعة لتقديم تلك المساعدات. إلى ذلك أعلن الطيران المدني أن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي تسير بصورة طبيعية رغم موجة الغبار، فيما أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية توقف حركة الملاحة بميناء شويخ مؤقتا نظرا لسوء الأحوال الجوية وللاطمئنان أكثر على الأوضاع الصحية للمواطنين والمقيمين. مشاهدينا، بعد هذه الموجة من الغبار ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور ناصر الأحمد، وهو استشاري أمراض الحساسية والمناعة بمركز عبد العزيز الراشد لأمراض الحساسية. دكتور أهلا بك معنا، خبرنا هل وردت إليكم أي حالات اختناق أو إصابة بالربو إثر هذه الموجة من الغبار التي تعرض لها البلاد؟ والله السلام عليكم، يعطيكم العافية. عليكم السلام. احنا بالنسبة لنا دائما ننصح مرضانا عدم الخروج من البيت في مثل هذه الأجواء، طبعا إلا للضرورة القصوى. نعم. احنا دائما يعني عندنا دراسات في المركز، بالعكس دائما بعد حدوث أي موجة غبار ما نشوف في أي زيادة في أعداد المرضى، وذلك يمكن سبب كبير منه هو اتباعهم لخطط علاجية مع طبيبهم المعالج. نعم. إذن دكتور ناصر، لم تسجلوا أي حالات جديدة وهناك اطمئنان على صحة المواطنين والمقيمين من إثر هذا الغبار، فكل الشكر لك، كل الشكر لك دكتور.